السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنشرح طقم جرانيت كارجا اللي قدامنا ده. طبعا كلنا عارفين طقم جرانيت كارجا، في ناس كتير منكم سألتنا عليه ومحتاجة ريفيو عنه. انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان تعرفوا كل التفاصيل عنه وتعرفوا اي معلومة انتوا مش فاهمينها او عايزين تفهموها. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه أول مرة تشوفني أول مرة تتابعني عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. طقم جرانيت كارجا اللي قدامنا ده مكون من 12 قطعة، بيكون أربع حلل وطاسة غويطة وصينية فرن ولبنة. طبعا جرانيت كارجا من الشركات القديمة جدا اللي في السوق اللي خامتها عالية، خامتها مش متوسطة، أعلى من المتوسطة بشوية. أعلى حاجة بحبه في طقم جرانيت كارجا اللي التقفيل بتاعه محترم جدا، سواء في الموابض أو الحلة نفسها كفينش وتقفيل محترم جدا. شوف شكل الحلة كده، الموابض بتاعته موابض سيليكون، دي ميزة في الطقم ومش أي سيليكون، السيليكون بتاعه تقفيلها محترم جدا زي ما احنا شايفين كده. الطقم بيكون واخد خمس طبقات جرانيت، بيكون بسمك 4 مللي زي ما احنا شايفين كده. طقم جرانيت كارج ده فيه ميزه برضو ان اللي بيجي بقاعده ستانلي ستيل مش الومنيوم زي اي طقم. القاعده الستانلي ستيل دي ميزتها ان هي بتشتغل على البوتاجاز الاندكشن. ما افتكرش ان في طقم اصلا في السوق حاليا بيشتغل على البوتاجاز الاندكشن من الاوتوم الجرانيت الا طقم الكارج ده. ده فيه ميزه ممتازه جدا، بيشتغل على البوتاجاز الاندكشن. شايفين القاعده التوزيع الحراري دي، دي ميزتها ان هي بيكون فيها نسبة حديد بتعمل كونكتد ما بين البوتاجاز الاندكشن وما بين الحلة، فبالتالي الحلة البوتاجاز بيشتغل عليها. نقول مقاسات الحلل زي ما احنا شايفين كده، اول حلة بتبدأ معانا مقاس 18 و 20 و 24 و 28، معانا مقاس الووك 28 وصينية الفرن مقاس 28 واللبانة مقاس 16. اللبانة المقاس 16 دي ميزة ان هي 2 لتر، بتشيل لحد 2 لتر لبن. ده شكلها من جوه. طبعا كلنا عارفين طقم جرانيت كارجا والخامة بتاعته من الخامات الممتازة جدا اللي في السوق. زي ما احنا شايفين كده قدامنا، الطقم جرانيت كارجا بينزل منه أشكال مختلفة وموديلات مختلفة، بينزل منه تيتانيوم وبينزل منه جرانيت. الطقم اللي قدامنا ده جرانيت، قلنا الطقم ده واخد خمس طبقات، سمك الحلة 4 مللي، السمك مش عالي جدا زي ما احنا عارفين، في سمك 5 مللي بيكون كويس جدا زي طقم جرانيت تيبا اللي عملنا عليه الريفيو في الفيديوهات اللي فاتت، ما تنسوش تشوفوه. طقم السفرن الجرانيت زي ما احنا عارفين برضو، طقم المربع بيكون سبكه 5 مللي. ده شكل الحلة معانا كده، واخد شكل الدايموند، شكل الجوهرة من فوق، ونفس الشكل في الموابض. ده يعتبر شكل الموابض وشكل اليد، نفس الشكل بتاع طقم جرانيت ايديال هوم الدايموند، وطقم جرانيت كوكن عبود الدايموند برضو. بصوا كده زي ما احنا شايفين، فيها قاعدة ستيل، فيها خليط حديد عشان توصل الحرارة كويس، معانا صينية الفرن هنا مقاس 28 برضو. الطقم كله بيجي فيه العادة دي. نبص كده، القاعدة اللي احنا بنقول عليها دي القاعدة اللي بتشتغل على الاندكشن، بتيجي في الحلل بس مش في الطقم كله. زي ما احنا شفنا كده في صينية الفرن مفيش، واللبانة برضو مش موجودة العادة. ده مكوناته 12 قطعة زي ما احنا شايفين كده، بيكون أربع حلل ولبانة وصينية فرن ووك غويط. سعر الطقم ده 4550. بالمناسبة الطقم ده أنا حاسس إن هو مغليش، عشان كان من فترة جامدة جدا من حوالي سنة كان ب 4803800 والكلام ده كله،
يعني بعد سنة أو سنة ونص الطقم ده بأربعة ونص، دي حاجة غريبة جدا. الطقم ده المفروض يكون أعلى من كده طبعا عشان خامته عالية جدا. أنا بالنسبة لي الطقم ده كسعر كويس على التشكيلة بتاعته. احنا بنشوف طبعا ايديال هوم وماستر والكلام ده كله، وقصدي نيو كلاين وماستر، وسواء مثلا اللوندرا اللي هو الموديل اصلا والكلام ده كله، اسعاره برضو مش قليله. يعني دلوقتي مثلا لو هنقارنه ما بين ماستر ونيو كلاين وطيبه، هو اعلى من كل ده وسعره اقل منهم. يعني الطقم الماستر اقل حاجه ب 3200 ولا 3500 دلوقتي، نيو كلاين اقل حاجه ب 4700 و5000. انا بالنسبه لي لو هجيب الطقم ده طبعا كخامة أعلى وكفينش أعلى، والتشكيلة بتاعته محترمة جدا، يعتبر فيه أي حاجة أنا محتاجها، معايا الحلل ومعايا اللبانة ومعايا سنيت فرن ومعايا ووك، مش محتاج حاجة أكبر من كده يعتبر. كشكل محترم جدا، ينفع العروسة. كماتيريال عالي جدا، من الماتيريال النظيف جدا اللي في السوق. الموابط بتاعته السيليكون شكلها كويس جدا، وكتافيل محترم زي ما احنا شايفين كده. الطقم بيكون مربوط بمسامير، ده أي طقم بيكون اليد بتاعته سيليكون أو اليد بتاعته باكلايت بيكون مربوط بمسمار عشان يمسك المقبض كويس. نشوف الحلة كده من جوه، يعني تعالوا نبصوا كده على الحلة. نبص كده مع بعض على الحلة، ده شكل الحلة من جوه، ده شكل الكوتيد بتاعه، حاجة ممتازة جدا. الموابط شكلها تحفة، من التقفيل والخامات المحترمة جدا. الطقم ده عاجبني، بصوا كده شكل القعدة، قعدة ممتازة، يعني بتفكرني بالقعدة التوزيع اللي هي بتاعت زهران اللي هي بتشتغل على الاندكشن، حاجة ممتازة جدا. نشوف هنا مكتوب في القعدة ايه، مكتوب ميد ان تركي. بصوا الختم بتاعه. القعدة دي ميزتها ان هي توزع الحرارة بالتساوي على الحلة كلها، دي ميزة كويسة جدا. وتاني حاجة ميزتها ان الحلة ما بتتزحلقش منك على النار زي اي طقم تاني مثلا يكون يد منه فيه. الطقم ده انا دورت عليه كتير ما لقيتوش في السوق، لقيته هنا في سنتر درك. الطقم كويس جدا، كسعر انا حاسس انه سعر قديم مش سعر جديد خالص. بالشكل اللي انا شايفه والاسعار اللي انا شايفها دي، ده سعر قديم، حاسس ان هو ما اتعملوش ابديت اصلا. نقول مكوناته كده، نقفل الفيديو نقول مكوناته. اربع حلل، دي اصغر حله 18، بعدها ال 20 وال 24 وال 28. معانا الوك هنا مقاس 28، صينيه الفرن مقاس 28، اللبانة هنا مقاس 16، مساحة 2 لتر. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. لو لسه أول مرة تتابعني عشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه، وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.